عبد الله طبعا التعامل اللي هو التعامل معاه اللي هو خط الصعيد يعني برضه جم بتاع 14 عربيه كده ولا حاجه يعني في الوقت رابع يوم العيد. وفي يوم اعتقال احمد اشرف هم الزمايل يعني هو عنده 16 سنه في ثانيه ثانوي يعني. جم كنا احنا مش متواجدين يعني كنا مسافرين وكده فجم راحوا مكسرين البيت فاحنا جينا لقينا البيت كله مكسر وكده فاحنا ما نعرفش في ايه يعني فجاء قعدنا جم بعدها باسبوع تاني جم عبد الله ما كانش موجود كان والده واخوه الكبير عبد الرحمن ومحمود موجودين فراحوا جم كسروا البيت تاني برضه وخدوا والده وعبد الرحمن ومحمود اخواته الثلاثه وقعدوا يومين يسولونا اللي احنا نسلم عبد الله بدل ما يشيلوا اخوات يشيلوا والده واخوه عبد الرحمن ومحمود القواضي بالنيابه عن عبد الله يعني. طبعا فضلنا يومين يعني لغايه ما برضه يعني ضغطوا على والدي جامد واخواتي اللي كانوا معتقلين يعني ضربوا حاجات زي كده يعني ف يعني اضطرينا نسلم عبد الله سلمناه كان يوم حد كان الساعه 12 بالليل. طبعا قعدنا يومين ما كناش نعرف عنه اخبار طبعا هو دخل خدوه مننا وطلعوا والدي واخواتي بس برضه بعد وسايط وناس كبيره كده اتدخلت عشان تطلعهم يعني خدوا عبد الله بعدها بيومين اتعرض على النيابه كان وشه ازرق وكتافه الاثنين كان طبعا مرقطين وبتاع كان سالناه كده قال ان هو اتضرب فوق ال 12 ساعه اتضرب يعني هو بيقول من الساعه 5 الفجر للساعه 3 العصر عشان يعترف على حاجات ويصوروا له فيديو او حاجه زي كده هو الواد ما كانش عنده حاجه يقولها فعملوا عليه برضه حفله تاني برضه من الساعه 5 المغرب لغايه الساعه 8 بالليل عشان برضه يعترف على حاجه وما كانش عنده حاجه يعترف بيها فيضربوا خلاص وعلقوه من دراعه فدراعات الاثنين كانت طالعه وكده فكان الوضع صعب جدا اثبتنا ده في المحضر تاني يوم بعد ما راح بس طبعا ولا حياته ولا انت نادي الوكيل النيابه اثبت يا ابني وخلاص والموضوع انتهى. بعدها بيومين هو كان نازل على قضيه واحده اللي هو حرق بوكسات برضه وبعدها بشويه لقينا ان هم حطوا له قواضي ثانيه وما خدش اخلاء سبيل في اي قضيه كان في اسم العمرانيه وبعد كده راح لسجن الامن المركزي في العشرة ونص وده يعني حاليا ولا حد عارف يعمل له حاجه وطبعا هم بيرخموا عليهم في العشرة ونص وزيارات اثنين بس اللي يخشوا يوم واحد في الاسبوع طبعا هم ما بياكلوش برضه وما بيشربوش فانت لازم تتكفلي اكل الاسبوع كله يعني حاجات كتير جدا يعني تحصل انت هو ما بقاش يتدرب من ساعه ما راح 10 ونص يعني صح بس في تحقيقات معاه كل شويه يعني هم عاوزين ياخدوا منه معلومات عاوزين يعرفوا ما تعرفش هم عاوزين يعرفوا ايه ولد صغير هيبقى عنده ايه ما عرفناش برضه قدمنا له في ما عرفناش ندخله امتحانات كان هو في ثانيه ثانوي يعني ما عرفناش امتحانات نص السنه وما فيش اي تغيير كل شويه هو واخد 45 5 يعني 15 في 15 في 45 في 45 وما فيش اي جديد في قواضيه يعني.